الحماية الاجتماعية، تعرف شو يعني؟ يعني الوصول إلى حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية من طبابة وخدمات اجتماعية من يوم يلي بنولد فيه حتى نهاية حياتنا من دون أي إقصاء، بعكس يلي عم يحصل بلبنان. الحماية الاجتماعية تتضمن كل الصناديق الضامنة يلي بتشكل ركن الأساسي لحماية أي مواطن أو مواطنة، إن كان في القطاع الخاص أو العام، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة وكافة صناديق التعاضد. الحماية الاجتماعية مصطلح نسمعه كل يوم بحياتنا اليومية، ولكن هل فعلاً نحن بلبنان نتمتع بهذا الحق؟ للأسف البرامج والسياسات العامة الإقصائية المعتمدة بلبنان بتساهم بحرمان أجزاء كبيرة من السكان من حقوقهم كمواطنين، ولهيك بيضطروا إلى اللجوء لممارسات وخدمات الحماية غير الرسمية بأفضل الأوقات، وإلى آليات سلبية للتكيف في أسوأ الأوقات. أسئلة كثيرة تطرح في سياق هذه الأزمة الاقتصادية الحالية، هيدي الاستبعادات تتفاقم وتتفاقم نقاط الضعف الناتجة عنها. اليوم أصبح الوصول إلى الحقوق، وبالشكل أكثر تحديداً الحقوق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إقصائياً ومرتبط بشكل مباشر بالوضع والإمكانيات المادية وبالمواطنة أو بالتوظيف. اليوم نحن بسسرة أو مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، عم نقوم بحملة توعوية عبارة عن سلسلة من الفيديوهات يلي منطرح فيها ثلاث أسئلة على خبراء وفاعلين مختلفين لمعرفة المزيد عن الوضع الحالي للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بلبنان، وتركيز أكثر على قضايا محددة مثل الوصول إلى الصحة وحقوق العمال والعاملات والمسنين والناس الأكثر ضعفاً وهشاشة بلبنان. تابعونا أسبوعياً لتعرفوا أكثر شو هي حقوقكم وكيف ممكن تحصلوا عليها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة يلي ضربت لبنان. فيكن تبعتوا كل أسئلتكن وتعليقاتكن على كل حسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، مع إضافة الهاشتاج الخاص بالحملة حماية اجتماعية للجميع نحو العدالة الاجتماعية، Social Protection for All Towards Social Justice.